السلام عليكم. في ميعادنا يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بادي في ميعادي بالظبط 10:30. لو حد معايا يديني بس أوكي أو أي هنت كده. السلام عليكم يا دكتورة مي، دكتورة غادة، انت فاتحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو حد معايا نبدأ الشغل. ظهرنا حد معايا يا شباب؟ نقول ابدأ. هبدأ أول ما حد يديني أوكي. شايفيني يا جماعة معايا؟ يا دكتورة مي؟ شباب النهاردة اليوم تقيل، محاضرات المحاضرات التقيلة، يا ريت نبقى مع بعض كلنا من بدري من أولها. بسم الله. شباب معايا؟ حد بس يديني اوكي. بدأنا، اظن في ناس بدت معايا. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة هدى، نبدأ الشغل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. دكتورة مي نورتنا، دكتورة غادة، دكتور مينا، مساء الفل، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى سهرة طول، ونتكلم على موضوع مهم قوي ان شاء الله بإذن الله تعالى، ونكمل موضوعنا اللي بدأنا فيه المرة اللي فاتت، الجرانيلوما. النهارده موضوع تقيل قوي. دكتورة شيرين منورة. نتكلم النهارده عن الانفكتيف جرانيلوما. احنا اتفقنا المره اللي فاتت الجرانيلوما جرانيولز متجمعه الماس، قسمناها لانفكتيف اللي هنتكلم عليها النهارده باذن الله تعالى، ونون انفكتيف جرانيلوما. النون انفكتيف جرانيلوما قلنا اللي هي الباليسيدي جرانيلوما والنيكد جرانيلوما. الباليسيدنج قلنا كلمه باليسيدنج اللي هو نيكروبايوتيك، نيكروزز في النص حواليه بايوزز على البريفري، اتكلمنا عليه المره اللي فاتت وادينا امثله عليها، الجرانيلوما انيولير والنيكروبايز لايبوديكا والروماتويد نوديولز. النيكد جرانيلوما اللي هي ساركيدوزز، واتكلمنا عليه بالتفصيل حبنا 40 مره اللي فاتت. النهارده هنخش على الانفكتيف جرانيلوما، ونتكلم على مواضيع تقيله شويه، يعني في بعضنا شايفين ان هي صعبه، ان شاء الله باذن الله تعالى مع بعض هنلاقيها سهله جدا، واللي جاهز واللي مصحصح معايا هنحفظها صم. روق لي بالك وصحصح معايا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم على المايكوبكتيريوم انفكشن. المايكوبكتيريوم انفكشن ده consist، ركز معايا بقى والمحاضر هدالك كلمه كلمه، consist of a large group of bacteria which are aerobic. ادي واحد، non-sporing، non-motile،
intracellular obligatory intracellular curve drug. The cell wall contain mycolic acid rich long chain glycolipid and phospholipoglycans that protect bacteria from cell lysosomal attacks. واحدة واحدة احنا مع بعض. انا بقول لك ايه, المايكوبكتيريا عبارة عن بكتيريا صفاتها ايروبيك نون سبورينج نون ميتايل انتراسيلولر اوبليجاتوري انتراسيلولر, وتخش جوه السل تعمل بروتكشن لنفسها بالليبيد ميمبرين من السل لايزوزومال اتاك, يعني بتخش تستخبى جوه الخليه وبروتكت اتسلف من اللايزوزومال اتاكس بتاعه الخليه. جميل. لو بصينا على الليبيد وول بتاعها حاجه عنيفه جدا تمنع اي لايزوزومال انزيمز تخش تقتلها وتمنع اي انتي بايوتيك يقتلها بسهوله. It's from this unique lipophilic cell that the other principal characteristic of mycobacterium arise, including resistant to many bacterial agent. ما فيش antibiotic يقدر على mycobacterium بسهولة. رغم لما نيجي نتكلم على علاج التيبي انا بتكلم على سنة سنة ونص, الليبروس سنين في علاجه. The most important obligate human pathogens are, مين اهم بقى مايكوبكتيريا عندنا؟ المايكوبكتيريا تي بي والمايكوبكتيريا ليبرا. نتكلم النهاردة على موضوع مهم ونبدأ مع بعض بالكوتينيوس تي بي. طيب ركزوا معي, انا بشرح موضوع من ايه تو زد, نحفظ مع بعض ما باخدش هنس, باخد الموضوع من A to Z. لما نتكلم على الكوتينيوس تي بي, التي بي اوف ذا سكين اللي بيعملها مايكوبكتيريوم تي بي, احنا كلنا متعودين ان التي بي بيجي في اللنج بالمونري تي بي, بس ان يجي لي تي بي في الجلد ده مش حاجه سهله. فبنقسم الكوتينيوس تي بي ليه True TB of the skin و False TB of the skin. يعني ايه True TB of the skin؟ True TB of the skin يعني التي بي في تي بي بصلاي في جلدي. طب False TB of the skin ما عنديش تي بي بصلاي. اما انا عندك ايه؟ هنعرف بعد شوية. True TB of the skin. علشان يجيلي True TB of the skin لازم يتوفر عندي ثلاث شروط. حاجة في البكتيريا itself, حاجة في البني آدم الهوست, والروت اللي منه البكتيريا وصلت لجلدي. ناخد واحدة واحدة. حاجة في البكتيريا, علشان التي بي باسيلاي تجيلي في جلدي لازم الفيريلنس والنمبر والباسيلاي تبقى عالية جدا. طب البني آدم السيل ميدييتد اميونيتي اخبارها ايه؟ لا عالية لا واطية. الروت ازاي التي بي بس اللي توصل لجلدي؟ لا اما اكساجينس لا اما اندوجينس لا اما هيماتوجينس. يبقى نحفظ مع بعض التي بي اوف ذا سكن بسميها الترو تي بي اوف ذا سكن, وفولس تي بي اوف ذا سكن بسميها تيبركليد. يعني ايه تيبركليد في الطب؟ فولس تي بي اوف ذا سكن يعني ايه تيبركليد؟ كلمه تيبركليد ميديسين اتس ا ديزيز نتج من رياكشن بتوين فيري هاي سيل ميديتد اميونيتي, خلي بالك من الكلمه اللي جايه دي, اجينست انديتكتبل اورجانيزم. نقولها تاني, كلمه تيبركليد كلمه تيبركلويد اتس ا ديزيز نتج من رياكشن بتوين مين؟ فيري هاي سيل ميديتد اميونيتي اجينست انديتكتبل اورجانيزم, بارتيكلز من اورجانيزم, شاورز من بارتيكلز من اورجانيزم, particles من old heel TB lesion. يبقى بنقسم التي بي لترو تي بي اوف ذا سكن وفولس تي بي اوف ذا سكن, ولا فولس تي بي اوف ذا سكن اللي هو التيبركليد. الترو تي بي اوف ذا سكن علشان يجي لك تي بي في الجلد
زي ما قلت لك لازم يتوافر ثلاث شروط. حاجه في الاورجانيزم، لازم الاورجانيزم عشان يجي في جلدي يبقى فيرلس نمبر عالي. حاجه في البني ادم، للسلم الجيتي دي ميوتي بتاعته واطيه العاليه. الروت لا يجي لك اكسوجينس، لا يجي اندوجينس، لا يجي هيماتوجينس. تعال نتابع مع بعض المحاضره اللي بعون الله تعجبكم جدا باذن الله تعالى. لما اجي اكلمك على تي بي اوف ذا سكن اقول لك اتس اكرونيك جرانيلوميتس، ايوه مع عنوان محاضره النهارده انفكتيف جرانيلوم. كرونيك جرانيلوميتس ديزيز كوز باي مايكوباكتيريوم تي بي which cause marked mortality and morbidity. زي ما قلنا المود اوف ترانسميشن التي بي بيوصل لي ازاي، لا اما عن طريق انهيليشن، لا اما دايركت انهيليشن او بلاد بور. انا هاجل دي وتعال نتكلم على البرايمري تي بي اوف ذا سكين، انواع الترو تي بي اوف ذا سكين، انواع الترو تي بي اوف ذا سكين. انواع الترو تي بي اوف ذا سكين، واحد برايمري تي بي اوف ذا سكين، دي حكايته، ركز معايا. ده اول نوع، العيان ده ما عندوش اميونيتي خالص، لا هو واخد فاكسينيشن ولا هو عايش في انديميك اريا، يعني ما عندوش اي هيستوري اوف تي بي. وجه قابل عيان عنده اوبن بالمونري تي بي وعن طريق الدروبلت نقل له الانفكشن لجلده. تعال نشوف كده اول نوع من الترو تي بي اوف ذا سكن اسمه ايه، برايمري تي بي اوف ذا سكن. اسمه التاني تي بي شانكر، اسمه تاني ايه، تي بي شانكر. استنى الشانكر دي انا سمعتها في السيفلس، ايه حكايه شانكر؟ كلمه شانكر يا جماعه معناها مكان دخول اورجانيزم من جلدك، كلمه شانكر معناها مكان دخول اورجانيزم من جلدك. ولو الاورجانيزم ده كان السيفلس اسميه شانكر بس، اي اورجانيزم تاني يخش من جلدك ويسيب مكانه علامة بس مش سيفلس لازم اسميه، عشان كده البرايمري تي بي اوف ذا سكن بسميه تي بي شانكر. تمام، هو مكان دخول اورجانيزم من جلدي، علشان يجي لي برايمري تي بي اوف ذا سكن لازم يتوافر ثلاث حاجات. واحد الفيرينس اوف اورجانيزم النمبر عالية جدا، البيشنت سيل ميديتد ايميونيتي فيري لو، ولا عنده فاكسين ولا عايش في انديميك اري. طب الاورجانيزم جاله منين؟ جاله اكسوجينوس. تعال نشوف كلينيكال يحصل له ايه، مكان ما دخل الاورجانيزم، ونركز مع بعض نشوف كلينيكال مكان ما دخل الاورجانيزم يحصل لك بابيول، سمول بينلس براون شيد بابيول. البابيول يحصل له ايه؟ البابيول يالسريت، وبعد ما يالسريت يحصل ليمفادينوباثي، هيهيل الالسر ويخف بسكار، بس هيفضل الليمفينود انلارجد. في عندك ليا سطر مش هقوله لك دلوقتي. يبقى اول نوع من التي بي اسمه البرايمري تي بي اوف ذا سكن، نحفظ مع بعض، لازم يتوافر ثلاث شروط، الاورجانيزم فيرينوس نمبر عالي جدا، البيشنت سيل ميديتد اميونيتي صفر. الاورجانيزم دخل لجلدك ازاي؟ دخل اكسوجينسلي، مكان ما دخل يعمل لك ايه؟ يعمل لك، تابع معايا، بابيول، البابيول هيالسريت ويعمل لك ليمف نود، الالسر هيهيل بسكار ويفضل ليمف نود. وليك سطر في ذمتي في البرايمري تي بي اوف ذا سكن اللي اسمه التاني تي بي شانكر. طبعا الهيستوباثولوجي بتاع النوع ده، انا هنا ما عنديش سيل ميديتد اميونيتي، يعني ما فيش جرانيلوما، يبقى هنا ما فيش جرانيلوما، اري نون سبيسيفيك ديرماتايتس. بس ليه ممكن يحصل لي جرانيلوماتس ريأكشن؟ يعني نفهم بعد شويه. خش على النوع الثاني من التي بي اوف ذا سكن،
اسمه تي بي ألسر. تي بي ألسر أو تي بي أوريفيشياليس كيوتس. تعال فسر لي الاسم. تي بي يعني تي بي أوريفيشياليس يعني حوالين الأوريفيسز كيوتس بتاعت الجلد. بمعنى اللي بالك معايا التلات نقط اللي لازم تتوافر في العيان اللي عنده تي بي ألسر أو تي بي أوريفيشياليس كيوتس. واحد الفيرينس اوف اورجانيزم، ما دام جالك تي بي اوف ذا سكين لازم فيرينس اوف نمبر اوف اورجانيزم فيري هاي. بيشنت سيل ميديتد ايمونتي واطيه جدا، عارفين الراجل ده؟ ده اللي عنده اوبن بالمونري تي بي. الروت دخل لك او وصل لك للجلد ازاي؟ اندوجينسلي، عن طريق والله لو عنده تي بي في اللنج وعمال يكح يطلع الاورجانيزم يبقى امبلانتد حوالين النيزل والماوث اوبننج. عشان كده سميناها تي بي اوريفيشياليس. طب يا عم كنت سميتها تي بي اورال كيوتس اسهل. لا، اصل ممكن العيان ده يبقى البرايمري تي بي عنده في الانتستين وهو بيديفيكيت، التي بي يبقى امبلانتد حوالين الانس، تبقى تي بي حوالين فتحات الجلد. ممكن العيان ده التي بي يبقى موجود في اليورينري بلادر وهو بالميكتيوريت، التي بي تبقى امبلانتد حوالين اليوريثرا ميكوزا، يبقى العيان اسمه ايه؟ تي بي حوالين فتحات الجلد. يبقى الثلاث نقط بتوعنا عشان يجي لي تي بي ألسر النوع الثاني لازم عيان السيل ميديتد ايميونيتي واطيه جدا، مفيش جرانيلوما، الفيرينس والنمبر اوف اورجانيزم عاليه جدا. الاورجانيزم جالي ازاي؟ اندوجينسلي، لما من اللنج، لما من الانتستين، لما من اليورينري بلادر. تعال شوف كلينيكا دي زي ما وريتك كده، بص بيحصل لك ايه. يبدا على شكل سمول بابيولز، تالصريت تعمل لك شالو ألسر، تهيل بسكار حوالين فتحات الجلد. الهيستوباثولوجي سودي ابسليوماتس هايبر بليزيا، مفيش جرانيلوما، مفيش سيل ميديتد ايميونيتي عاليه. النقطه الثالث من التي بي بنحفظ مع بعض يا شباب، اكيوت ميلياري تي بي. كلمه ميلياري يعني ديسيمينيتد، ده عباره عن ايه؟ اتس ا فيتال تايب اوف تي بي افكتنج ايميونو كومبرمايزد انفنت او تشيلدرن. الثلاث كلمات بتاعنا اخبار الاورجانيزم ايه؟ ما دام تي بي في الجلد يبقى لازم الفيرينس النمبر عاليه. اخبار السيل ميديتد ايه؟ اميونيتي زي الزفت، واطيه جدا جدا. طيب والاورجانيزم وصل لجلدي ازاي؟ هيماتوجينسلي. بص 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 كلينيكا ديتك عاملين بايه؟ جنراليزد ميلياري يعني ديسيمينيتد يعني جنراليزد. اريسيماتس بابيول او بابيول باستيولز والسر ديسيمينيتد اول اوفر ذا بودي اند اتس ا فيتال كونديشن. انا لغايه دلوقتي اتكلمت على ثلاث انواع من الترو تي بي اوف ذا سكن. واحد البرايمري تي بي اوف ذا سكن، اثنين تي بي ألسر او تي بي اوريفيشياليس كيوتس، ثلاثه اللي قدامنا اكيوت ميلياري تي بي الفيتال. خلي بالك بقى، عندي نوعين من التي بي السيل ميديتد اميونيتي فيهم بتبقى عاليه، واشهرهم هو اللوبس فالجارس. واحنا اتفقنا ان كلمه فالجارس يعني كومن، اي ديزيز تلاقي فيه كلمه فالجارس، اي ديزيز تلاقي فيه كلمه فالجارس، يبقى هذا الديزيز ليه تايبس كتيره اشهرهم هذا النوع. فلما اقول لك اكني فالجارس يبقى فيه انواع كتيره قوي من الاكني، اشهرهم الاكني فالجارس. لما اجي اقول لك لوبس فالجارس يبقى فيه انواع كتيره قوي من التي بي اشهرهم اللوبس فالجارس. تعال بقى نشوف حكايه اللوبس فالجارس مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الثلاث كلمات بتوعنا هنا السيل ميديتد ايميونيتي بتاعت البيشنت فيري هاي. طيب والفيريولنس والنمبر اوف اورجانيزم فيري هاي. الله، دخنقه جامده جدا بقى بتوين سيل ميديتد ايميونيتي عاليه واورجانيزم قوي. طيب والاورجانيزم جالك ازاي؟ لا اما اكسوجينسلي من عيان عنده اوبن بالمونري تي بي، لا اما هيماتوجينسلي من
dormant TB focus elsewhere in your body. هايل. اللوبس فالجارس خناقة شنيعة بين مين ومين؟ سيل ميدييتد اميونيتي عالية، مناعة عالية، سيل ميدييتد، السيلز هتتجمع تعمل لي جرانيولوما، هنا هنلاقي الجرانيولوما، سيل ميدييتد اميونيتي عالية، اورجانيزم عالي جدا فيريلنس نمبر، روت اوف انيكليشن لا اما اكسوجينسلي من عيان عنده اوبن بالمونري تي بي، لا اما هيميتوجينسي من دورمنت فوكس elsewhere in the body. الله. تعال نشوف مع بعض الصور الحلوة. كلينيكلي هيجي لك العيان، انا عايزك تحفظ لي مع بعض بقى، ديبلي سيتد يلوش ريد نديول، ديبلي سيتد يلوش ريد نديول اللي بنسميها الابل جيلي نديول، which enlarge gradually and coalesce forming plaques or pleaks. البلاكس دي undergo ulceration on healing leaves a scar which unhealthy and contractile. واحدة واحدة عليا، قرب لي وفهمني اهو. بتبدأ على شكل نوديولز، نوديولز حمراء، نوديولز يلوش ريد، يلوش ريد نوديول، تلحم مع بعض تعمل لي بلاكس، نوديول تلحم مع بعض تعمل لي بليكس. البلاك دي بيحصل لها ألساريشن وون هيلينج بتليف سكور كاركترايز بالسكور انهيلثي اند كونتراكتايل، انهيلثي وكونتراكتايل سكور. جميل. دياسكوبي تيست مخلوق عشان بعض الامراض. ايه الدياسكوبي تيست ده؟ بجلاس سلايد بدوس على ليجن واشوف هيحصل له ايه. احنا اتفقنا او متفقين ان الاريثيما يعني ايه اريثيما؟ ريدنس اوف ذا سكين، ادوس عليها تروح اهي، يبقى دي اريثيما. فلو جبت جلاس سلايد ودوست على ايدي هنا هتحصل كومبليت بلانشنج، بترجع تاني. طب والبربرا هي اكسترا فازيشن اوف ريد بلاد سيلز، ادوس عليها بجلاس سلايد ما تروحش. من الحاجات المهمه جدا في التشخيص بستخدم بيها الدياسكوبي تيست حاجة اسمها نيفس أنيميكس. نيفس أنيميكس بلاقي حتة بيضة، بص 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 لما شديت ده جامد كده ممكن يظهر لي حتة بيضة وسط حمار، دي طبيعي أنا عامل عشان شدت ده بس. نيفس أنيميكس عبارة عن إيه؟ سافاسكولار كونديشن بيحصل فيها ان البلاد فيسل بتبقى هايلي سنسيف تو نورمال كاتيكولامين في السكن في اريا معينه فيقفل، فالبياض هنا ما بيبقاش بياض بيجمنتري بيبقى بياض فاسكولار. فلما تبقى حته بيضه سببها فازوكونستريكشن بلاد فيسل ديو تو هايبر سنسيتيفيتي تو نورمال كاتيكولامين، اجي ادوس بالجلاس سلايد الاقي حته البياض بقت زي البياض اللي حواليها. دي استخدامات عديدة، استخدامات عديدة للدياسكوبي تيست. أنا عندي الدياسكوبي تيست في اللوبس بالجارس، تعالوا نشوف مع بعض. باجي باللوبس بالجارس أدوس على الأبل جيلي نوديول الاقي ده اريثيما فيد، الجزء الاريثيماتس اللي في النديول صلى فيدينج، النديول ابير يلو براون سبوتس اهو. بصي هي كانت قبل جيلي نديول
محمرة أو يلي وش ريد، لما دوست بجلاس سلايد بالجلاس سلايد الإريثيما الجزء الإريثيما بتاس حصل له فيدينج، وفضل الجزء الملون التاني اللي هو اليلي وش أو يلي وش براون، ده اسمه الدياسكوبي تيست. طيب من مشاكل لوبس بالجرس تعمل ديستراكشر عند اللايك ستراكشر، تعمل ديفورمتز لو ضرب الأبر آيليد تعمل إكتروبين في اللونج ستاندينج سكار، وشفناها بتعمل سكوميس كارسينوما. طيب طبعا في اللوبس فالجيرس الهيستوباثولوجي لازم هلاقي جرانيلوما مرة تاني شبيه باللوبس فالجيرس بالظبط بالظبط، اسمه وورتي تي بي اوف ذا سكين، او اسمه التاني تي بي فاروكس كيوتس. واحده واحده عليا، او اقول لك فاروكس او فاروكا فالجيرس مثلا ده الوورت، او اقول لك وورت كلمه وورت معناها ان فايرال انفكشن معمول بالهيومن بابلوما فايروس، اقول لك فاروكا في الجلد مش معموله بالفيروس لازم تقول لي معموله بايه. فالتي بي فاروكس كيوتس هي الوار تي بي اوف ذا سكين، دي بتيجي لمين بقى؟ اكتر ناس بتجيلهم دكاتره السنان والجزارين بوتشز والدنتست. ليه؟ خلي بالك معايا، الراجل ده او الراجل ده عايشين في انديميك اريا، الاميونتي بتاعتهم عاليه، فاكسينيشن واخدين الفاكسين زي الفل، يعني السيل ميديتد اميونتي بتاعتهم عاليه. It occurs briefly infected individual أو واخد فاكسين يبقى high degree of immunity. طب والأورجانيزم أخباره إيه؟ Very high. طب والروت of inoculation الأورجانيزم جالهم منين؟ جالهم exogenously. بص معايا يحصل لهم إيه؟ Warty TB of the skin. طيب الWarty TB of the skin تختلف عن الWarty في إيه؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. Clinically proliferative wart like eruption with mammillated، عادي جدا اي wart بيبقى فروكس ومامليتد، انما فيشرد سيرفيس سراوند بدارك سكيريد اريثيما. هم دول النقطه، انا عايز اقرب الصوره شويه. ادي الwart تي بي، شايفين wart ازاي؟ بس خلي بالك، شايف معايا الفيشر ده؟ شايف معايا الفيشر ده؟ شايف معايا الفيشر ده؟ شايف معايا الفيشر ده؟ شايف معايا الانفلاميشن اللي حوالين الليجن؟ الحاجتين دول يميز الورد تي بي عن الاورديناري وورد. ليه؟ وورد بيوجع. معلش رجعت لك تاني. رجعت لك تاني. معايا شباب؟ معلش على الانتربشن، الشبكة مش تمام. لو معايا نقول اوكي. لو معايا نقول اوكي شباب. رجعنا تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل تي بي. لو حد معايا اوكي. توكلنا على الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في التي بي، وهنتكلم على الورت تي بي اوف ذا سكين زي ما قلنا. نرجع تاني الصوره بتاعتنا، سوري الانتربشن. وقلنا الورت تي بي اوف ذا سكين عيان سيل ميديتد اميونيتي عاليه، اورجانيزم قوي، والاورجانيزم جالك اكسوجينسلي. معلش بقدر الامكان ان شاء الله ظبط الصوت. مكان ما دخل الاورجانيزم يعمل لي وورت ليجن، بيختلف عن الوورت بايه؟ زي ما انت شايف قدامك الفيشرز اتنين الاريثيما اللي حواليه، عشان كده الليجن ده بيبقى بينفول ليجن. طبعا بنفرق بينه وما بين الاوردينري وورت العادي الاريثيما والانفلاميشن البين اللي موجود، والهيستوباثولوجي تي بي جرانيلوما برضو
النوع السادس والاخير من الترو تي بي اوف ذا سكن اسمه سكروفلوديرما. اسمه ايه؟ سكروفلوديرما. سكروفلوديرما يعني مرض بالعربي كده اسمه داء الخنزره. يعني ايه داء الخنزره؟ ده تي بي اوف ذا سكن اللي بيجي في الخنازير. النوع الوحيد اللي بيجي تي بي في جلد الخنازير اسمه سكروفلوديرما. في نوع زيه بالظبط بيجي في البني ادمين. ده عباره عن ايه؟ تي بي اوف ذا سكن يجي العيانة، بص معايا بقى، عندها تي بي في المندبل او في الصمنتا الليمف نود فوق الديزيز دي اريا، يحصل لي بابيول، يفتح بيه ألسر، يطلع كيزس ماتيريال. سكروفلوديرما سموه كده ليه؟ عشان نفس منظر التي بي اللي بيحصل في البني ادمين، ده النوع الوحيد اللي بيحصل في التي بي في الخنازير اسمه سكروفلوديرما. في نوع عند البني ادمين زي بتاع الخنازير فسموه بنفس الاسم سكروفلوديرما. بالعربي اسمه داء الخنزره، اسم غريب شويه. مش مهم. تي بي ليجن اوف ذا سكن اكستندينج فروم تي بي اوف اندرلاين ستراكشر لم لمف نود لم بون لم جوينت عن طريق دايركت اكستنشن. يعني تي بي ليجن في الجلد اون توب اوف تي بي فوكس تحت الجلد في اللمف نود او في البون. تعال نشوف كده. بص الواد ده كان عنده بي تي بي في اللمف نود فوق الديزيز لمف نود، حصل لي بابيول انفليمد ريد، فتح بساينس، يبقى تركز متين اهو نفس الواد عنده تي بي في السمنتا الليمف نود فوق الديزيز داري، حصل لي بابيول بدا يالسريت. بنفس الكلام ونفس الموضوع هنا، يبقى كلينيكال يحفظ مع بعض سكروفلوديرما بلوش ريد انديوريتد نوديول اوفرلاينج An infected cervical lymph node that opened by sinuses and discharged caseous material. Ulcer has an undermined edge with multiple fistula and sinuses. Fungating massive granulation tissue from the fistula. بص بص بص. هذه السكروفلوديرما. لما يحصل هيلينج سكروف الدرما بتسيب لي بيكرد سكارز. الله، عنوان الدرس انفكتيف جرانيولوما. انفكتيف جرانيولوما ادي الانفلاماتوري سيلز متجمعه، ادي المالتي نيوكليتد جاينت سيلز متجمعه، ادي يا جماعه الله اكزيشن، ادي الانفلاماتوري سيلز متجمعه عامله ماس، ادي الجرانيلوما، ادي الجرانيلوما، وادي الكيزيشن. الله، دي صوره عالميه دي. تعال نشوف الصوره دي. قبل ما نقرا الصوره خش على تعريف الصوره واحفظ عندك الصوره دي. دي التي سيل ودي البي سيل ودي النيوتروفيل، شايف اللي عامله زي حرف النون النيوكليس بتاعتها، وادي الناتشرال كيلر سيل، وادي الابيثيليويد ماكروفيج، ابوبتوتيك انفكتد ابيثيليويد ماكروفيج، ابوبتوتيك دي بدات تموت، ابيثيليويد ماكروفيج، ابوبتوتيك ماكروفيج، ماكروفيج ابوبتوتيك انفكتد ماكروفيج. شايفين واحد بس الله معايا؟ نيكروتيك انفكتد ماكروفيج، دندريتيك سيل، جاينت سيل، فوم سيلز، ودي المايكوباكتيريوم تي بي. انا بعرفك احنا هنشوف ايه في الصوره اللي جنبها. تعال نشوف تاني. تي سيل شريط المناعه، بي سيل، نيوتروفيل، ناتشر كيلر سيل، ابيثيليويد ماكروفيج، كل دول سلام، هم دول الفدائيين اللي داخلين يحاربوا الباسيلاي. بص هنا ابوبتوتيك، كلمه ابوبتوزيس لو بروجرام سيلدس هنا ماتت عن طريق المايكوباكتيريوم مايكوباكتيريوم تي بي. ايه مايكوباكتيريوم تي بي؟ ايه
ماكروفيج حبيبتي ايه صاحبتي هنا ابوبتوتيك انفكتد ماكروفيج نيكروتيك انفكتد ماكروفيج نيكروتيك خلاص دمرت دندريتيك سيل جاينت سيل فوم سيلز وده مايكوبكتيريوم تي بي. تعالوا نشوف كده مع بعض نعملها كده من بره لجوه من جوه يا رب تكونوا شايفين معايا الاحمر ده والازرق اللي هو الاوتر سيل لايرز دي المناعه بتاعتي التي سيل الحمراء والبي سيل الزرقاء حلو خش بقى على جوه ونبدا نشوف الله 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 كل دي خلايا سليمه اهي 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 لو تفتكري قلت لك اللي عامل زي حرف النون دي للنيتروفيل واللي مليان النقط دي اهي الناتشر كيلر سيل طيب ودي ابيثيليويد سيل كل دول سلام خش بقى من اول هنا تبدا الخناقه تبدا الخناقه بتوين مين الخلايا الفدائيه والتي بي باسيلاي يبقى كل خلايا جسمي اتجمعت حواليها وعملت لي جرانيلوما انفكتد جرانيلوما متحوط حوالين التي بي باسيلاي تعال بقى بص كده مين دي اهي ابوبتوتيك انفكتد ماكروفيج كانت ماكروفيج من شويه بقت انفكتد دخلت حارب طب بعد شويه بقى اسمها ايه اهي نيكروتيك انفكتد ميكروفيج اتدمرت جوه صوره جميله جدا تمام والتي بي باسيلاي موستلي موجوده في السنتر تيبركلين تيست تيبركلين ده بعمله عشان مين تيبركلين بدور على الديزيزز اللي فيها هاي سيل ميديتد اميونيتي خلي بالك معايا احنا بنقول دلوقتي اللوبس بالجرس والوورت تي بي السيل ميديتد اميون عاليه جدا يبقى لو عملنا التيبرتين تيست يطلع بوزيتيف خلاص صحيح الصوره هايله يا دكتور سامي ربنا يبارك لك دكتور امير ايوه كده صح صح معايا طيب خلي بالك معايا تيبركلين تيست انتراديرمال انجكشن اوف بيوريفايد بروتين ديريفاتيف بي بي دي كونتيننج تيبركلو بروتين اسمه مانتوكس تيست اهو تعال نشوف مع بعض نقرب ونشوف مع بعض بص بحن ازاي انتراديرمال الاقي ديفيوز شالو سويلين اون ذا سكين سيرفيس معايا التست هقراه بعد 48 ل 72 ساعه ان ديوريشن اكتر من 10 مللي سترونجلي سجستيف اوف باست اور بريزنت تي بي انفيكشن In endemic area, if the patient was tuberculin positive, babule أكتر من 1 سنتي, and the not of value. In endemic area زي عندنا كده, ملاش لازمة. In endemic area, if the patient was tuberculin negative, he is liable for infection by TB chancre, TB erysipelas cutis, miliary TB, and scrofuloderma. In endemic area, if the patient was tuberculin positive, he has TB now. He has TB and healed. If he become infected, she shall develop lupus vulgaris or TB verrucus cutis. تعالوا تقول ايه? In endemic area, يعني السيل ميديتد ايميونيتي عندك عالية. والتوبيكلين بوزيتيف
ده معناه لما كان عندك تي بي، لما عندكش تي بي، لما انت فاكسينيشن واخد فاكسين، او انت عندك لوبس فالجاريس او تي بي فاروكس كيوتس. التو كونديشنز اللي فيهم هاي سيل ميديتد اميونيتي. لا بصوا لي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نركز مع بعض خمس دقايق بس، هرجع تاني واقول لك ترو تي بي اوف ذا سكن يعني عندي تي بي بس اللايف الليجن. ست امراض قلتهم لك، واحد برايمري تي بي اوف ذا سكن، اتنين تي بي اوريفيشيالس كيوتس، تلاتة الفيتال ميلياري تي بي، اربعة لوبس فالجاريس، خمسة وورتي تي بي، ستة سكروفلوديرما. وزي ما اتفقنا، زي ما اتفقنا يا شباب، عشان يجيلي تي بي اوف ذا سكن لازم يتوافر ثلاث شروط، في الجلد، حاجة في الأورجانيزم، لازم الفيرجنس النمبر في الأورجانيزم يبقى عاليين، حاجة في البني آدم، للسلم ديت الإيميونيتي بتاعته تبقى واطية لما تبقى عالية. رقم ثلاثة الروت دخل لجلدك إزاي؟ لا إما إكسوجينوس، لا إما هيماتوجينوس، لا إما إندوجينوس. حلو أوي 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 أوي. طيب قلنا البرايمري تي بي أوف ذا سكين، فاكرينه؟ أنا هرجعه تاني عشان أنا قلتلك من شوية ليكوا عندي في ذمتي سطر ما قلتوش، ونفتكر مع بعض تاني البرايمري تي بي أوف ذا سكين أهو. بسم الله الرحمن الرحيم. قلتلك البرايمري تي بي أوف ذا سكين اللي هو تي بي شنكر بيجي العليان السيل ميديتد إيميونيتي بتاعته صفر، والأورجانيزم جاي إكسوجينسلي. حلو قوي. من عيان عنده أوبن بالمونري تي بي، دخل الأورجانيزم من جلدك يسيب لك بابيول، البابيول يعمل لك ألسر، الألسر يهيل يسيب سكار وليمف نود. في سطر ده ما قلتوش، السطر ده بقى بص 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 بص. It rarely progress to lupus vulgaris and vertebrae. تاني. واحدة واحدة، احنا قاعدين مع بعض الصبح، احنا قاعدين مع بعض الصبح، خلي بالك. بص معايا يا شباب، برايمر تي بي سكن دخل اورجانيزم عمل لي بابيول، البابيول هي ألسرين وهيعمل لي لينف نود، يفضل لينف نود والألسر يفضل ألسر لغاية ما يهيل بسكور. حلو قوي، خلي بالك معايا، this primary TB of the skin may act as vaccination. This primary TB of the skin may act as vaccination يعني ايه؟ يروح جاي السيل ميديتد اميونيتي عند العيان تزيد، فلما تزيد السيل ميديتد اميونيتي ترجع تتخانق مع الاورجانيزم في الليجن، بقى سيل ميديتد اميونيتي عاليه واورجانيزم قوي، سيل ميديتد اميونيتي عاليه واورجانيزم قوي، سيل ميديتد اميونيتي عاليه واورجانيزم قوي. اذا كونديشن ماي بروجريس تو، بص معايا بقى اهو نشوفه مع بعض، ذا كونديشن ماي بروجريس تو لوبس فالجاريس او وورتي تي بي، شوفها مع بعض، ذا كونديشن رير بروجريس تو لوبس فالجاريس او وورتي تي بي. طيب سهل الكلام. طيب يبقى برايمري تي بي ذا سكن، تي بي ألسر، تي بي اوريفيشيال سكيوتس، ميلياري تي بي الفيتال، ميلياري ديسيمينيتد. طب هستأذنكم دقيقة يا جماعة بعد إذنكم.
سوري اكيوت ميدياري تي بي لوبس فالجاريس دايسكوبيتس طبعا وورتي تي بي وورتي تي بي الفشد والانفلاميشن بيجي للجزارين دكاترة السنان بيشتغل بغير جوانتيات عيان عنده اوبن بالمونري تي بي لسكروفلوديرما لسكروفلوديرما تي بي ليجن ان تي بي او ان توب اوف تي بي فوكس وادي الجرانيلوما والصوره الجميله اللي شرحناها مع بعض تيبر كلين تيست البي سي جي فاكسين طبعا از ا ليفينج اتينيويتد بوفاين تيبركل بس اللاي فاكسين فور تي بي طبعا ده بيزود الاميونيتي وده بيتاخد روتين عند كل الناس اللي في الانديميك اريز دايجنوزز اوف تي بي اوف ذا سكين في ابسولوت كرايتيريا وفي ريليتيف كرايتيريا طب اقول لك ايه طب ما تيجي كده نتكلم على الدايجنوزز اوف اي انفكشن في الدنيا وبعدين نرجع للتي بي تاني انا عايز اتكلم على دايجنوز الانفكشن اقول لك واحد كلينيكالي احنا شفنا كذا نوع من الترو تي بي وذا سكين اتنين هدور على الاورجانيزم بالسمير تلاتة هزرعه كالتشر على سبيسيفيك ميديا ده اي اورجانيزم في الدنيا اربعة الكالتشر مش ساتسفاين مي نعمله بي سي اور بوليميريز تشين رياكشن خمسة طب نعمل سكان بايوبسي ستة بقول لك ايه انسى الكلام ده كله مش اي اورجانيزم يخش جسمي الانتي بوديز اجينست تزيد انتي بوديز مش السير غير الانتي بوديز طب ما تعمل له سيرولوجي يبقى اي اورجانيزم في الحياة اي انفكشن في التاريخ عايزين نشخصه واحد كلينيكالي اتنين سمير بالصبغه بتاعته تلاتة اعمل له كالتشر بالسبيسيفر ميديا اربعة اعمل له بي سي ار خمسة ادور على الانتي بودي اجينست بالإلايزا اسمها السيرولوجي ستة بايوبسي حلو قوي تعال نرجع بقى التي في ونشوف هنشخصه ازاي ابسولوت كرايتيريا وريليتيف كرايتيريا ابسولوت كرايتيريا بوزيتيف كلتشر على الليفنشتاين جينسن ميديا والجينا بيج انيكيوليشن دي اللي هي الدايجنوستيك دايجنوستيك طيب الريليتيف كرايتيريا بص معايا بقى History and examination. إيش؟ History. اتحجز في سانيتوريوم قبل كده. اتحجز في مستشفى الصدر قبل كده. خد أنتي تيبركلس دراج. بياخد. اتنين. Presence of active proven TB focus elsewhere in the body. Always ask for posterior chest radiography. إيش؟ Detection أو بقى and the isolation of mycobacterium from the lesion in a smear أو لسه بقول لك أو تدور على الأورجانيزم هيستوباثولوجي تمام ندور على السلم ديت ديبينتي بالتيبركلين تيست بي سي آر ندور على الأنتي بودي بالريديو أميون إساي والإلايزا ما فيش جديد هو نفس الكلام اللي قلناه الصورة الرائعة يا رب تبقى واضحة واضحة ان شاء الله The spectrum of cutaneous TB يعني spectrum عندي wide range للديزيز
عندي وايد رينج قوي 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 الديزيز, لدرجه ان عندي كونديشن واسمه تي بي, السيل ميديتد ايمينتي في السماء, وعندي ديزيز اسمه تي بي والسيل ميديتد ايمينتي في الارض. تعال نشوف كده مع بعض اللوبس فالجيرس. اللوبس فالجيرس كان السيل ميديتد ايمينتي اخباره ايه؟ عاليه, اللي هو التيبركلي وورت تي بي عاليه, سكروفلوديرم نص نص, تي بي ألسر مفيش او قليل خالص, ميلياري تي بي والتي بي شانكر مفيش, مفيش سيل ميديتي, مفيش جرانيلوم, مفيش جرانيلوم, مفيش جرانيلوم, جرانيلوم جرانيلوم. طيب ايه اخبار الباسيلاي؟ الباسيلاي التي بي باسيلاي هتلاقيه عاليه جدا 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 في التي بي شانكر. ايوه, ما انت عندك اورجانيزم داخل قدام اللا اميونيتي. الميلياري نفس الكلام, تي بي ألسر تقريبا نفس الكلام, سكروفلوديرما قد بعض, انما في اللوبس فالجاريس والورتي تي بي الاورجانيزم موجود بس مش قد السيل ميديتي ديونيتي في قوته. كازييشن, كازييشن نيكروز, كل ما زاد الاورجانيزم يزيد الكازييشن. انت بصيت كده مع الباسيلاي والكازييشن نيكروزز هتلاقيهم قد بعض, كل ما يزيد الاورجانيزم يزيد الكازييشن نيكروزز, كازييشن نيكروزز, كازييشن نيكروزز. انما هنا هلاقي عندنا ايه؟ ميندي جرانيلوما في الورت تي بي لوبوس فالجيرس وفي كازييشن بس مش جامد قوي. هنا اما بلاقي ايه؟ جرانيلوما انفلاماتوري سيل 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 وكازييشن قليل وبصلاي في النص. يبقى لما اجي اقسم الديزيز اكوردنج للسبيكتروم عندي وايد رينج للسبيكتروم, حاجه فيها السيل ميديت اميونيتي في السماء, حاجه فيها السيل ميديت اميونيتي في الارض. علاج التي بي جنرال ثيرابي, ميديكال ثيرابي, سيرجيكال ثيرابي. طبعا عزل البيشنت, isolation of the patient with possible TB infection in a private room with negative pressure, حاجة مهمة جدا. العيان اللي عنده open pulmonary TB ده حاجة معدية جدا, فلازم العيان يتحجز وياخد علاج, وبعد ما نتأكد ان هو ما بقاش infectious نبدأ نخرجه. medical treatment, ركزي معايا بقى ونحفظ مع بعض, the use of multiple drug therapy to prevent emergency of resistance مهم جدا. in most patient initiate anti-TB treatment with a four drug regimen which includes salbutamide, streptomycin, initial regimen for 2 to 3 months, treatment هيستمر لمدة من 6 شهور ل 18 شهر على الأقل بدوين الريفامبيسين والايزونايزايد. الأدوية الايزونايزايد, الريفامبيسين, الإيثامبتول, الستريبتومايسين, ببدأ بثلاثة دراجز وليكن الايزونايزايد والريفامبيسين والايثامبتول, وبكمل بعد كده بدوين زي الايزونايزايد والريفامبيسين, ريفامبيسين, ايثامبتول, ايثامبتول, ستريبتومايسين لمده تقريبا 18 شهر. سيرجيكال تريت, سيرجيكال ريبير اوف سكورد اند دامج تيشو مي بي نيسيسري, اكسيجن اوف سمول ليجن اوف لوبس فالجيرس اور تي بي and plastic surgery for mutilation and deformity. لسه خلصتش التيبركليد. آه,
صورة الجدول دكتورة نجلاء. أني جدول؟ طيب هنجيبها إن شاء الله حالا. كلمة تيبركليد in medicine it means disease نتج من reaction between very high cell mediated immunity against undetectable organism. قول تاني. كلمة تيبركليد, كلمة تيبركليد in medicine it's a disease نتج من reaction between very high cell mediated immunity against undetectable organism. احنا ما اتكلمنا في الاول على تي بي, قلت لك ترو تي بي اوف ذا سكن وفولس تي بي اوف ذا سكن. فولس تي بي اوف ذا سكن هو التيبركليت. تعال نشوفها مع بعض. هعدك الجدول حالا يا دكتوره نجلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا وتابع معايا, a disease a result from reaction between high cell mediated immunity against undetectable organism. ماشي اوكي موافق. اللي حصل ايه؟ عيان عنده high cell mediated immunity, كان عنده تي بي وخف, واخد فاكسين وكله زي الفل. عيني اقول لك الديفرنشال دياجنوز من وور تو وور تي بي تاني. عيوني ربنا يبارك فيك. عيني ركز بقى من التيبركليد واقول لكم كل حاجه, كل اللي انتوا عايزينه اقول لكم. ان شاء الله عندكم محاضره تاني. انا قاعد معاكم ان شاء الله تعالى. بص يا بابا, الباثوجينيسيس هيماتوجينس ديسيمينيشن اوف تي بي بسلاي from distant inactive TB focus in patients with high cell mediated immunity no bacilli in lesion. يعني ايه؟ تعالى ما اشرحها كده ببساطه شديده باذن الله تعالى. انا عيان كان عندي تي بي من 10 سنين وخفيت, فضل عندي دورمان باسلاي في الاولد هيل ديجن في اللانج, فجاه ولسبب مجهول حصل شاورينج للباسيلاي او لبارتيكلز من الباسيلاي كانت موجوده في الاولد هيل ديجن. قلت ايه؟ انا كان عندي تي بي وخفيت, يبقى السلم دي تي بي اخباري عندي عاليه اجنس تي بي. طب طيب فجاه حصل شاورينج الان اكتف باسيلاي من الاولد هيل ليجن, شاورينج لبارتيكل من باسيلاي, وحصل خناقه عنيفه جدا بتوين السيل ميديتد اميونيتي والباسيلاي او بارتيكلز بتاعتها. ده اللي بسميه تيبركليد. طيب كلينيكالي تيبركليد يجي لك على شكل bilateral symmetrical crops of papules and nodules with tendency to spontaneous healing. من الأمثلة اللي على التيبركليد lichen scrofulosum, erythema induratum والpapule necrotic tuberculid. بشخص التيبركليد ازاي؟ واحد high positive tuberculosis. ايوه ما هو tuberculosis يعني ايه؟ tuberculosis يعني disease نتج من reaction between high cell mediated immunity against undetectable organism. فلازم هنا highly positive tuberculosis evidence of TB focus elsewhere no bacilli في lesion. ما احنا قلنا disease that من reaction between high cell mediated immunity against undetectable organism no bacilli.
بارتيكلز باسيلاي ان اكتيف باسيلاي هيستوباثولوجي تيبركلويد جرانيلوما. ايوه ما اينما وجدت الهاي سيل ميديتد اميونيتي وجدت الجرانيلوما بس نوكازيشن ما عنديش باسيلاي. جود ريسبونس تو انتي تيبركلس ثيرابي امثله عليها. الله قرب بقى ونشوف اللايكن سكروفلوزورم نوع من انواع التيبركليد كلينيكلي. تابع معايا اللايكن سكروفلوزورم ده كلوزلي سيت ماينيوت لايكنويد سكيلي بيري فوليكلر بابيولز مينلي على الترانك ولما بتخف ما بتسيبش سكور. اهي ادي صوره من صور التيبركليد. نروح تاني كلوزلي سيت ماينيوت لايكنويد سكيلي بيري فوليكلر بابيول مينلي على الترانك لما تخف ما تسيبش سكور. ما تخف هيستوباثولوجي. الله تعال بصوا مع بعض كده جرانيلوما فيلمترو سيلز مجمع الماس بيري فوليكلر جرانيلوما على فكرة ده الإبيدرمس وده الدرمس. الدرمس مفروض يبقى لونه بينك فوش ولا حاجة. إن نلاقي فيه إنفلاماتري سيلز متجمعة إنماس هو ده الجرانيلوما. طب والجرانيلوما هنا معمولة من إيه؟ بيري فوليكلر جرانيلوما أوف إبيثيليويد لانجرهان سيلز جاينت سيلز نو باسيلاي نو كازييشن نكروز إريسيما إنديوريتوم disease mostly precipitated by cold. بص انا عندي الاريثيما نودوزم تعشق الشينوفتيبيا. اريثيما مايجرينز تعشق السايد بتاع الليجز. اريثيما انديوريتم تعشق الرجل من ورا. الاريثيما انديوريتم غالبا ان اوبيس فيميل 40 سنه وستبي ان اكروساينوزس وذ هيستوري اوف درماتايتس او ديفيتي تندر اريثيماتس نديول ذات السريت وذ ان اندر مايند ايج هيل باتروفيك سكور. نقولها تاني عشق وغرام وهيام للليج من ورا بتبدا على شكل تندل اريثيمتس نديول هتالصريت باندر مايند ايدج وتهيل بسكور زي ما بقول لك عشق وغرام وهيام للبس بوسترولاترال اسبكت اوف كاف ماسل هيستوباثولوجي. احنا فعلا دي تيبركليد يبقى ابيثيليويد تيبركل جرانيلوما ان ديب درمس دايليتد بلاد فيسل انفلتريت باي انفلاماتوري سيلز فاسكولايتس اند لوبيلر بانيكولايتس. تاني ابيثيليويد تيبركل ان ديب درمس ماشي dilated blood vessel infiltrated by inflammatory cells ماشي vasculitis and lobular panniculitis. نحن ما بنعديش اي حاجة احنا عايزين نفهم epithelioid tubercle خلصنا لو tuberculoid tubercle جرانيلوما في dilated blood vessel infiltrated by inflammatory cells vasculitis and lobular panniculitis. انت بتتكلم عن ايه؟ لا تعالى ما اشرح لك على الورقه والقلم.
لك الورقة كده. وأقول لك ادي الجلد طيب. ده الإبيدرمس، ده الدرمس، ده الفات لوبيولز. بص 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 سبكوتينيا ستيشن فيها الفات لوبيولز الصفراء. والفات مقسوم عندي بسبتة فيها البلاد فيسل. قول تاني، ده الجلد، ده الإبيدرمس، ده الدرمس، ده السبكوتينيوس تيشو في الفات. والفات الرينج في السبكوتينيوس تيشو ان اللوبيولار باترن فات لوبيولز. بتويد الفات لوبيول عندي سبتة، السبتة دي فيها البلاد فيسلز. طيب بص معايا، انا كاتب لك هنا ايه؟ دايليتد بلاد فيسل انفلتريت بالانفلاماتوري سيلز. اهو دايليتد بلاد فيسل انفلتريت بالانفلاماتوري سيلز. فاسكولايتس ولوبيولار بانيكولايتس. بص 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 بص، يبدا يحصل لي فاسكولايتس. يعني ايه فاسكولايتس؟ يعني البلاد فيسل اللي في السبته يبدا يحصل لها فايبرينويد ديجنريشن في الوول بتاعها، انديوسيليال سيل سويلنج، اكسترافازيشن اوف ريد بلاد سيلز، فاسكولايتس بقى. ويبدا الانفلاماتوري سيلز تبقى اكستندد للفات لوبيولز. بص بص، يبقى ادي السبتال بانيكولايتس. سبتل يعني السبته، البلاد فيسل اللي موجوده في السبته عملت فاسكولايتس. الفاسكولايتس تبقى اكستندد للفات لوبيولز تعمل لي لوبيولر انفلاميشن في السبكوتينس فات بانيكولايتس. طبعا زي ما احنا شايفين ادي الانفلاماتوري سيلز متجمعه مع بعض ان جرانيلوما. ادي الانفلاماتوري سيلز، هي ايه الخلايا الفاضيه دي؟ دي الفومي سيلز، دي الفات سيلز، دي الفات سيلز. مش احنا قلنا سبتال بانيكولايتس وقلنا لوبيولر بانيكولايتس. لوبيولر يعني الفات لوبيول حصل فيه انفلاميشن فيه. العلاج بتاع الدارسين من ديوريتم، فايند اند تريت اندرلاين كوز. بنتوكسفيلين طبعا ده بيزود بنتوكس اللي هو الترينتال، بيزود الماليابيليتي بتاعت الريد بلاد سيلز، يخليها تعدي ايفن لغايه الماينيوت بلاد فيسلز. اسبرين علشان ازود السيوله بتاعت الدم فيخش في السمول انفليم بلاد فيسل. استرويد عشان اعالج البانيكولايتس والسبتا البانيكولايتس والفاسكولايتس. اخر نوع من التيوبركليد اسمه بابيلو نكروتيك تي بي. بابيلو نكروتيك تي بي تحصل في الليجز، تحصل في الارمز، في الالبو، في الهاند، ريكارن سيمتريكال ريد بابيول ذات ار نوت ايتشي اند هيل باي بيتد سكور. حكايتها ايه؟ هي فاسكولايتس والسنترال اريا اوف نيكروزز. الهيستوباثولوجي بتاعها انفلتريت جرانيولوما كومبوزد اوف ابيثيليويد سيل اند جاينت سيل. ده الليبرسي هيبقى تقيل علينا النهارده. انا عايز ادرد شويه في التي بي.
انا ان شاء الله الليبرسي ممكن نتكلم عليه بكره بالليل، يعني بكره بالليل، بس انا هخلص العياده متاخر، فممكن نبدا الليبرسي بكره باذن الله تعالى الساعه 12. هنبدا الليبرسي بكره الساعه 12، هتحبوه قوي وظريف جدا وجميل جدا. وممكن بقى اليوم اللي بعده نتكلم على الليشمانيا. انا شايف ان احنا لو اتكلمنا النهارده على الليبرسي والليشمانيا هتبقى دمها تقيل خالص وهتبقى الموضوع تقيل. انا عايز نعدي بسرعه كده عشان نشوف احنا عملنا ايه، وكان في الدكاتره طالبين مني شويه حاجات اعيدها لهم تاني، الجدول والجرانيلوما والسبيكتروم. بص يا بابا، ادي the spectrum of cutaneous TB. spectrum اللي هو wide range of the disease. عندك حاجات فيها السيل ميديت اميونيتي عالية جدا، وحاجات فيها السيل ميديت اميونيتي نل. اوكي، فعشان كده it's a wide range of disease، من اول اللوبس والجيرس وورت تي بي سيل ميديت اميونيتي عالية جدا، تي بي شانكر ميلير تي بي سيل ميديت اميونيتي صفر، نص نص في السكروفل ديرما وفي التي بي ألسر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى مش هطول عليكم، هراجع معاكم كده الدنيا في 5 دقايق واسيبكم تناموا، وبكره ان شاء الله باذن الله تعالى لو لينا عمر الساعه 12 باذن الله تعالى نقول الليبرسي. موضوع مهم جدا ويبقى سهل. لو عايزين الليبرسي قولوا لي اوكي، نأجله السبت الجاي، بس انا شايف لو عملناه بسرعه يبقى احسن. عايزين الليبرسي بكره؟ اللي عايز الليبرسي بكره اديني اوكي. الاوكيهات اشتغلت. الليبرسي بكره يا شباب؟ مساء الفل يا دكتور رامي. خلاص دكتوره غادة، اوكي اوكي الليبرسي بكره، بكره وبعده. خلاص توكلنا على الله، توكلنا على الله. خلاص حلو. طيب خلاص خلاص خلاص، ايه ماشي. اشكركم اشكركم، زي الفل زي الفل زي الفل. اللهم صل على سيدنا محمد. لا 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 لا، بكره خلاص بكره خلاص، توكلنا على الله توكلنا على الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، 5 دقايق واسيبكم تروحوا تداووا، ونقول مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. التي بي علشان يجي لي في الجلد لازم يتوافر 3 شروط. 1، اورجانيزم فيرولنس نمبر عالي، سيل ميديتد اميونيتي لا عاليه لا واطيه، يوصل للاورجانيزم الجلدي لا اما اكسوجينس لا اما اندوجينس لا اما هيماتوجينس من دورمنت ليجن إلسوير. اتفقنا ان التي بي اوف ذا سكن هنقسمه ليه ترو تي بي اوف ذا سكن وفولس تي بي اوف ذا سكن. ترو تي بي اوف ذا سكن يعني يا شباب احفظ معايا وراجع، يعني والله العظيم 3 عندي تي بي بس اللايف ليجن، وده 6 امراض. اولهم البرايمري تي بي اوف ذا سكن، افتكروا الواد اللي جاي من بره ومش واخد فاكسين وجي اتعدى اكسوجينسلي ودخل الاورجانيزم من جلده، ومكان ما دخل نقول مع بعض ظهر لي بابيول، البابيول بيألصريت يعمل لي اندرماين ألصر مع الليمف نود، يهيل الألصر يسيب سكار ويفضل الليمف نود انلارجد. وكان في سطر ما قلتوش بس اقول دلوقتي بقى اللي هو ايه، البرايمري تي بي اوف ذا سكن او تي بي شانكر مي اكت از فاكسينيشن، يعني السيل ميديتد تزيد تزيد السيل ميديتد تروح تتخني مع الاورجانيزم. This lesion may progress to lupus vulgaris or warty TB. 2، TB orificialis cutis. الأورجانيزم جه منين؟ من اللنج. أكوحي بامبلانتد حوالين النيزل أو الماوث أورفس. جاي لي من يورينري بلادر وبيعمل ميكتيريشن بامبلانتد حوالين اليوريسال ميتس. حوالين الأنس أصل كان البرايمري TB موجود فيه. جي أي تي. موجود في الريكتم في الانتستين
عشان كده اسمها تي بي اورفيشيال سكيوتس. سيل ميديت اميونيتي في الارض اورجانيزم قوي جدا جاي لي اندوجينسلي من جوه مكان ما دخل الجلد يعمل لك شال والسر يهيل بسكور. 3 ملياري تي بي فيتل حفظناهم ولا لا؟ 4 لوبس بلجارس. بلجارس مينز كومن. سيل ميديت اميونيتي عاليه اورجانيزم قوي يتخانقوا مع بعض على الجلد يعمل لي 4 كلمات نديول. مش اي نديول اسمها ابل جيلين ديول. النديول تتجمع مع بعض تعمل لي بليك. البليك يعمل ديستراكشن اندرلاين ستراكشر. النديول اسمها ايه؟ ابل جيلين ديول. ابل جيلين ديول اعرفها ازاي؟ بالداسك وبتست اجيب جلاس سلايد ودوس على النديول الريسم ذا ستيتشر وذا ديزيز تروح ويفضل لون الديزيز اللي هو او لون الجرانيلوما اللي هو يلوش او براون شيلو. رقم 5 اللي بيجي للجزارين ودكاتره السم بيشتغلوا من غير جونتيات فعيان عنده اوبن بالمامر في بي وانا بشيل له ضرسه تمام يحصل لي وورت تي بي. دكتور كان بيسالني ازاي نفرق الورت تي بي عن الورت. اهو يا دكتوره مي سؤالك اهو. بص يا بابا اعرضهولك تاني اهو. ادي وورت ليجن اي حد يشوفه يقول ده وورت. بس اكشولي ركزي معايا شايفه الورتي فاروكس ليجن شايفه الفيشر ده شايفه الفيشرز دي ده اول تفرقه. 2 شايفه الانفلاميشن اللي حوالين الليجن الانفلاميشن ده مع الفيشرز دي تخلي الورت دي مش ورت عاديه زي ده ده الورت تي بي. سيل ميديتي ميوتي عاليه اورجانيزم عالي الاورجانيزم دخل للدكتور اكسوجينسلي زي الفل. نرجع تاني ونقول سكروفلوديرما. ايه سكروفلوديرما ده؟ تي بي ليجن اون توب اوف تي بي فوكس في المندبل او في الليمف نود فوق الديزيز دي اورجان يحصل لي بابيول يفتح بساينس ويبدا يطلع كيزيس ماتيريال. ادي خلصنا يا جماعه من ترو تي بي اوف ذا سكين. دخلنا على الفولس تي بي اوف ذا سكين اللي هو التيبركليد. وما ننساش يا شباب كلمه تيبركليد مينز ديزيز. يلا معايا بقى. ايوه نتج من رياكشن بتوين فيري هاي سيل ميديتد ايميونيتي اجينست ان ديتكتبل اورجانيزم. طب الاندتكتبل اورجانيزم ده جالي منين؟ قلت لك مثال انا كان عندي تي بي وخفيت وفضل عندي اولد تي بي ليجن في اللنج كونسوليديشن بقى والكافيتيشن وكامل انتوا عارفينه ده. من الاولد تي بي ليجنز حصل شاورنج لبارتكلز اوف باسيلاي او لان اكتف باسيلاي جريت اتخنقت مع الهاي سيل ميديتد اميونيتي حصل التيبركليد. bilateral symmetrical cell mediated immunity عالية organism undetectable very responsive ودي الغريبة برضو very responsive لل anti-tuberculous drug. وقلنا امثلة على التيبركليد اللايكن سكروفليزورم اريسيما انديوريتم والبابيلو نكروتيك تي بي. وقلنا يا جماعة التي بي لما نيجي نشخصه ودي المرة الاخير خاص بالفنش اهو زي اي organism بكلينيكالي 2 بندور على الاورجانزم السمير. 3 سيبك من الاورجانزم نعمل له كلتشر على السبيسيفيك ميديا. 4 ندور على السيل ميديتد ايميونيتي بالتيبركلين تيست. 5 سيبك من السيل ميديتد ندور على الهيمورال ايميونيتي بالإلايزا والراديو مين سي سيرولوجيكال تيست. 6 اعمل له باثولوجي يا عم. حلو قوي كده. يلا جود لك وارجو ان يكون المحاضرة استفدتوا منها. ولو استفدتوا اعمل لي اوكي. ما استفدتوش ما تعملوش اوكي. واشوفكم بكرة ان شاء الله باذن الله تعالى. محاضرة مهمة جدا ورائعة جدا 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 باذن الله تعالى عن الليبروسي. وكل سنة طيبين واشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الف شكر يا جماعة. شكرا 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 شكرا. الله يقضي كلها ما شاء الله. الف شكر الف شكر. تصبحوا على خير.
صباح الخير. عطف ازاي والله كدي شغالة ما شاء الله. عيوني عيوني الله يسلمك. لا ده كده اشتغل بكرة بقى من الساعة 12 لغاية الفجر. كل دي لايكات ماشي. يلا كل سنة طيبين. تصبح على خير. اشوفكم على خير. السلام عليكم. Good.